اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده، الله، دي لعبه جديده اسمها ميك يور اون باونسي بولز من كرافتي كيدز. كيدز شكلها جامد جدا جدا. بصوا، فاكرين كنت جبت لكم كمان بتاخد 4 دقايق بس، وصراحه الاطفال فوق السن 8 سنين. كنت جبت لكم تاني كور تانيه من الكوزموس، وانا احنا نركبهم مع بعض، وعملنا بقى كور بتنط من نفسنا كده على شكل الكواكب. النهارده بقى دي لعبه نفس الموضوع بالظبط، ممكن بقى ان احنا نشكل فيه 3 اشكال مختلفة للكور المتتالية اللي احنا هنعملهم بنفسنا. واحلى حاجة فيه ان احنا نختار الالوان اللي احنا عايزينها بالكومبينيشن اللي تعجبنا. هنا بقى مكتوب هنا دي الخطوات عشان نقدر ان احنا نعمل الكرة اللي بتنط. اوكي، بصوا بقى شكلهم جامد ازاي. الله، ده انا في باودر بقى اللون الاورنج والاخضر والاصفر والموف والازرق. الله، بصوا. وبعدين هنا بقى دي شكل المولد بتاعتنا، هنا بقى ده اللون الاورنج. اوكي، هنا بقى ده اللي بنحط فيه الميه، وهنا بقى ده اللون الاصفر. اوكي، بنحط برده بقى فيه الباودر وبيعمل لي الكره على شكل ورده. هنا ده اللون الاخضر، وهنا بقى دي الورقه فيها طريقه اللي هي ورقه التعليمات، تقولي بقى زين انت ان احنا نعمل الكوره. شكلها جامد جدا. بصوا مكتوبه بالانجلش وفي لغات تانية كتير، وتقولي بقى زين نقدر ان احنا نعمل الكوره خطوه بخطوه. واو، شكلها فعلا جامده جدا. بصوا الباودر بنحطه كده، بعد ما بنحط الباودر بكذا لون مختلف بنحطها في الميه ونسيبها 1 مينت، بعد كده نسيبها 3 مينتس تنشف، فكده تكون الكوره بتاعتنا اللي بتنط جاهزه. واو، بصوا ممكن هنا بقى حاطين كذا فيها لون مختلف فمديها شكل حلو قوي. ممكن نختار الشكل ده بقى المره الجايه واعمل لكم فيديو تاني نقدر ان احنا نعمل بقى فيه الكوره دي بنفسنا، ونتفرج يا ترى هيكون شكلها هامل ازاي. الله، دي فكرتها جامده جدا، ومعانا الوان مختلفه وممكن نشكلها بقى يا اما شكل ورده يا اما شكل كوره زي ما نحب. ممكن نديها هديه لحد من صحابنا، او ممكن نعملهم لنفسنا، هتكون فكرتهم جميله جدا وجامده قوي. انا عن نفسي عجبتني قوي فكره الكور المتطيره الفظيعه دي، اتمنى تكون عجبتكم. بليز قولوا لي في الكومنتات رايكم فيها، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.